تلقت مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن تعليمات من مديريات التربية بناء على التعليم رقم 790 الصادرة من طرف وزارة الداخلية بضرورة أخذ كل المؤسسات المعنية بالانتخابات الرئاسية تحت تصرف رؤساء الدوائر، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 أفريل من 12 زوالا إلى غاية يوم الجمعة 18 من أفريل. هذا وسيخرج جميع التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات المعنية بإجراء الاقتراع الرئاسي في عطلة رسمية لمدة 5 أيام، وذلك باحتساب عطلة نهاية الأسبوع. وتم تخصيص قرابة 12 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن كمراكز للتصويت خلال الانتخابات الرئاسية. ومن جهتها أقرت مديرية الوظيفة العمومية يوم الخميس كعطلة مدفوعة الأجر لجميع مستخدمي قطاع الوظيفة العمومي حتى يتسنى لهؤلاء أداء واجبهم الانتخابي دون عراقيل.